دابا ماذا بعد ذا فويس؟ هذه هي لا كيسيون كي سيبوز. صراحه انا عندي في دماغي بزاف الحوايج صراحه. الايامات كنعس كنحلم بالحوايج اللي باغا ندير من هنا لقدام. جوست كو باقا ما عرفتش منين نبدا. او جوست انا جديده في هذا الميدان باقا جوست كما انتو باقا ما عمرني مشيت شي استوديو. الوغ غتكون اول مره نعرفش زعما ما عنديش لي كونتاكت افيك لي جون اللي كيديروا التلحين اللي كيديروا هذا برودكتورز تو فو. عندي بزاف الحوايج كنفكر فيهم السي اللي نقدر نخرج وكيفاش يكون هذا الشيء خاصني غير. واش الافكار اللي كتكون في الراس مزيان الواحد يفكر ويعرف شنو غادي يدير في المستقبل، والافكار اللي كنطرحوها كتكون في وسط المجموعه؟